أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس هو المجلس الختام في هذا اليوم، في ختام الآيات التي معنا في سورة الأعراف. وقبل أن أتحدث عن الآيات أيها الإخوة، أقف وقفة يسيرة مع الآيات التي قرأها الإمام جزاه الله خيراً، وهي سورة البروج، تلك السورة العظيمة التي تصور لنا مشهد من مشاهد المشاهد الواضحة التي فيها استعلاء الكافرين وطغيانهم، ووصل بهم الحد إلى إحراق المؤمنين، ليس فقط تعذيبهم وإنما إحراقهم. فأقسم الله عز وجل، انظروا أيها الإخوة السورة كيف افتتحت، والسماء ذات البروج. ما هي البروج؟ تلك الأفلاك، المراحل، أطباق بعظمتها دالة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى على الانتقام. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، ذلك اليوم يوم العقاب والعذاب في الآخرة، وشاهد ومشهود في الآخرة التي يساق فيها الإنسان فيكون شاهدا ومشهودا عليه ومعه شاهده، وشاهد ومشهود. قال الله في جواب القسم: قتل أصحاب الأخدود. كأن الله تعالى يشير إلى عظمته وعقابه وعذابه في الآخرة، إلى عقاب أولئك القوم الذين قتلوا أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود. يعني كأن الله تعالى يصور لنا أنهم قاعدون على النار يشعلونها، كمثل أولئك هؤلاء القوم الذين هم بأيديهم تلك الأسلحة الفتاكة التي يهددون بها أقوامهم أو يهددون بها المسلمين، كمثل حال اليهود اليوم، وهم على ما يفعلون شهود على فعلهم وجرمهم وظلمهم وعدوانهم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، مقابلة بقوله: قتل أصحابه، يحرقهم الله إحراقا كما أحرق المؤمنين. ثم تأتي القسم الثاني في السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، يمهل وذو العرش المجيد فعال لما يريد. ثم يذكر الله كيف عاقب أولئك المجرمون السابقين في قوله عز وجل: فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ الجنود، لاحظ كلمة الجنود، فرعون وثمود، أولئك الذين اعتلوا بجنودهم وتعاظموا بهم وظنوا أنهم ناصرهم،
فانتقم الله عز وجل منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فقال الله عز وجل بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. الله أكبر. إذا كان الله محيط بهم ومن ورائهم ماذا سيكون أمرهم؟ ثم ختم الله السورة بآية عظيمة قال بل هو قرآن مجيد، يعني وعد حق صادق في هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب لا يأتي إلا بالحق الفصل والوعد الصادق، يعني كأن يقول هذا الذي ذكر وعد من الله موجود في كتاب الله عز وجل. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، محفوظ صادق ثابت حق لا ريب فيه، يعني كأن الله تعالى يؤكد أن هذا الوعد مثبت في هذا القرآن مكتوب، يعني كان حكم مكتوب موثق. والله إنها سورة تستحق منا التأمل في ما نحن فيه اليوم وما نعايشه في حال من ظلم وضيم وعدوان في بلدان الإسلام. الآيات التي معنا أيها الأخوة آيات تمثل هذا وتمثل واقعنا، ونحتاج أن نتبصر فيها ونعايش فيها أحداثنا. هذه الآيات أيها الأخوة ختام بديع لقصص الأنبياء التي سبق ذكرها. يذكر الله تعالى فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتخويف وتهديد أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك. فيقول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. كأن الله تعالى يشير في هذه الآية إلى الأمم كلها غير الأمم الخمسة التي ذكرها الله تعالى، أن هذه سنته. ما هي سنته؟ أنه يذيقها البأساء والضراء لترجع وتستغفر الله وتعود إلى الله وتنيب إليه وتتوب عما وقع منها، فيصيبها بالضراء والبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون إلى الله ويرجعون إليه ويؤمنون. هذه سنة الله عز وجل. والواقع أيها الأخوة هو ما نشاهده، فما يقع من أحوال وأحداث وزلازل وعقوبات كونية ابتداء وعقوبات أو أحداث متعلقة في معايش الناس في أموالهم من خسارات وغيرها أو موت، هو كله من الله عز وجل ابتلاء وامتحان ووعظ وتذكير لعلهم يرجعون ويتقون. فنعمة بالإنسان ونعمة بالبلد وأهله حينما إذا أصابتهم مصيبة وحدث لهم حدث وأحداث ومصائب مما يصيب الله تعالى بها الأمم ويصيب بها البلاد، أن يرجعوا ويصلحوا ويسددوا ويصلحوا أمرهم مع ربهم عز وجل. هذه علامة وتحذير من الله. إن صلح أمر الناس وأصلحوا فإن ذلك دليل على صلاحهم ونجاتهم من عقاب الله. أما حين يتبادون ويقولون والله هذا ليس من عقوبة الله، هذا ليس ذنب، هذا أمر طبيعي يحصل كما حصل لكذا وكذا وكذا، ثم يأتي أناس فيقولون انظر إلى بادي الإسلام أصابه تلك الزلازل وما أصاب الدول الغربية وغيرها. سبحان الله، هذا اعتراض على حكم الله وأمره، وأنه بهذه المصائب يريد ابتلاء الناس ليرجعوا إلى الله عز وجل. قد يقع في هذه البلاد حدث يهم الأمة كلها، قد يقع في أندونيسيا أو في أي بلد حدث عظيم كلها يرجع إلى أمة الإسلام ليعظها به.
فمن أصيب من أولئك فيكون له أجره وأجر ما أصيب به إن صبر واحتسب، ومن مات منهم مات شهيدا بإذن الله. لكن كل ذلك لابد أن يكون هو بأمر الله لحكمة يريدها الله. وما يقع أيها الأخوة في بلادنا وفي أي بلاد من أحداث يجب أن نرجعه إلى أمر الله عز وجل، وأننا ينبغي أن نأخذ منه العبرة والعظة، وأن نصلح الحال الذي نحن عليه من خلل، وأن نقوم أنفسنا نحن أولا ومجتمعنا ثانيا. هذه الآية هي أصل في هذا الباب كله. قال الله: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. وقع سيئة في بلد من البلدان أو فقر كما كانت هذه البلاد وبلاد أخرى كثيرة، فقر كان أباؤنا يهاجرون للعمل كما تعلمون. قال الله: بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بدل الله السوء إلى الأمر الحسن، فأنعم الله على الناس وفتح الله لهم الخيرات حتى عفوا. ما معنى حتى عفوا؟ اغتنوا، يعني حتى اغتنوا واكتفوا وكمل الله لهم الحال. قال الله: وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. ما مناسبة هذه الجملة؟ مناسبة هذه الجملة أن أولئك القوم الذين اغتنوا وتمكنوا ومكنهم الله، حين يصيبهم مصيبة قالوا هذه مصيبة تصيب، صابت قبلنا آباءنا وأجدادنا، طبيعي، الأمر طبيعي، ليس هو من عقوبة الله وليس هو من أخذ الله. قد مس آباءنا الضراء والسراء، فلو كان آباؤنا سيعاقبون ما مستهم الخير، ولا كانوا عليه مما هم فيه، ولا أخذهم الله أخذا وعاقبهم. فهم يقولون قد مس آباءنا الضراء والسراء، فكيف يكونون على أمر من السراء وهم كافرون؟ هذا اعتراض على حكم الله، وهذا مثل ذلك القوم الذين يحاجون ويجادلون في الآيات التي تحدث والمصائب التي تكون. هذه أمور طبيعية تحصل كما حصل في البلد الفلاني أو كما حصل في مكان آخر أو فيما سبق، اعتراض على حكم الله عز وجل. قال الله تعالى في حال أولئك المغترون الذين لا يبالون بتحذير الله وتنبيه الله لهم وإشعارهم، لا يبالون بذلك أبدا، عقوبتهم وعاقبتهم. قال الله عز وجل: فأخذناهم بغتة فإذا وهم لا يشعرون، عياذا بالله. فيا إخواني، يجب أن نأخذ من هذه الآية عبرة، وأن نكون على حال من الإيمان واليقظة، لأن نأخذ من كل الأحداث الجارية اليوم صلاحا لأنفسنا وأهلنا ومجتمعنا. نحن أنفسنا يجب أن نأخذ العبرة من تلك الأحداث. إي وربي، أن نسعى لإصلاح أنفسنا وإصلاح مجتمعنا وإزالة الفساد والإفساد والنصح لعباد الله عز وجل، كل في محله من مسؤول أو صغير أو كبير. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بالله واتقوا معصيته، اتقوا المعاصي وحذروا مما مخالفة الله عز وجل، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه الآية نأخذها على وجه فردي وعلى وجه جمعي. على وجه فردي، أن الإنسان إذا آمن واتقى وكان مع ربه وصدق الله في طلبه ودعائه طلب الرزق، فتح الله له الخيرات. ولذلك نجد يا أخوان الكرام، أن الإنسان قد نجد إنسان قد يكون على عمل محرم أو عمل لا ليس فيه شبهة أو نحو ذلك، فيتركه تقوى لله عز وجل، ويلجأ إلى الله تعالى ويطلب الرزق من ربه، فوالله إن الله سيغنيه، وإن ابتلاه وقتا فإن الله سيغنيه، وعدا منه سبحانه وتعالى صادق،
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من لم يؤمن بهذا فهو ضعيف الإيمان بربه. من لم يؤمن أن الله يعوض من ترك الشيء لله خيرا فلينظر إلى قلبه وإيمانه. قال الله عز وجل: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ها نحن نرى يا أخوان الاستكبار والآيات تترى ولكن لا ينفع. ثم يأخذ الله عز وجل أولئك أخذا أليما. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو هم نائمون وهم نائمون. ذكر الله عز وجل هنا تخويف، وأحق من تتوجه له الخطاب في هذه الآية منهم قريش الذين أنزل الله تعالى عليهم هذه الآيات وحذرهم بالأمم السابقة. أو أمن أهل القرى وكل من كان على حالهم من بعدهم أن يأتيهم بأسنا، والبأس هو الشدة، بأس هو الشدة يدخل فيه عقاب أو حرب أو نحو ذلك. لا، البأس هنا ليس هو فقط مجرد عقوبة إلهية كونية، وإنما قد يكون البأس فقر، قد يكون البأس حرب، قد يكون البأس عقوبة من العقوبات الكونية أو نحوها. بياتا وهم نائمون، قد ينتقم الله من الظالم في ليلة وهو نائم لا يدري، تجده في أول الليل يتبختر ويتباهى ويعلن قوته ثم ما يصبح إلا وقد أزال الله ملكه. هذا ما شاهدناه ونشاهده. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ما يتوقع أن يزال، أن يزول عن ملكه، ولا يتصور أبدا أن يحركه الله عن مكانه، ولا يرد على باله أنه سيأتيه عقاب الله بغتة ضحا أو بياتا. والله يا إخواني إن هذه الآية ليرتجف بها القلب، ليرتجف منها القلب ويقشعر منها الجسد حينما نرى هذا في واقعنا اليوم. إي وربي، إن الله عز وجل عزيز ذو انتقام، وإن الله قادر مقتدر، وإن الله إذا أخذ الظالم لم يفلت. وهذه الآية عبرة لكل أحد، لكل الناس. ولذلك قال: أوأمن أهل القرى، ولم يكن أهل القرية، كل قرية سواء كانوا في دولة أو في مدينة أو في بلد أو نحو ذلك. فانظروا يا أخوان الكرام كيف يبين الله عز وجل لنا طريقة أخذه بغتة وهو نائم، وهو لا يشعر ولا يتوقع، وهو يلعب ويلهو ضحا وهم يلعبون. فما أعظم يا إخوان الكرام أن نأخذ من هذا عبرة عظيمة ونستحضر قدرة الله، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فلا مرد له، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إنها والله تعطي المؤمن قوة بالله ومعرفة لقدرة الله، وأننا ما نحن فيه يا أخواني من ضيم وظلم في عالم الإسلام، وما نلاقيه ويلاقيه إخواننا كما في حال فلسطين، والله إننا إذا لجأنا إلى ربنا عز وجل القادر المقتدر وصدقنا الدعاء والله سينصرنا الله. فحري بنا يا إخواني أن نجدد الإيمان في قلوبنا ونوحظ الصدق واليقين بالله سبحانه وتعالى وبقدرته. إذا رأى الله تعالى منا صدقا في إيمان
وقد ويقين وتصديق بقدرته وتعظيم له سبحانه وتعالى ويقين بوعده، والله سنرى وعده قريب سبحانه وتعالى. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صفة يا إخواني من صفات غير المؤمنين لنحذرها، وهو أن الإنسان يبتعد أو في نفسه بعد واستبعاد لأمر الله ومكره. كان يقول أنا في مأمن، في أمان. إذا كان هذا في حال الإنسان أنه يأمن مكر الله، فوالله إن هذه الصفة يا إخواني الكرام صفة مؤذنة بقرب عقوبة الله. إذا رأى الإنسان أنه والله في مأمن وهو قائم على معصية ويزداد عليها ويقول لا أنا في خير، والله إنه لأقرب الناس إلى عقوبة الله عز وجل. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مباشرة خسران. فيجب يا أخوان الكرام أن نخاف نحن بما تقترفه نفوسنا من ذنوب وتقصير في حق الله عز وجل. لا نأمن مكر الله، يجب أن لا نأمن مكر الله عز وجل. فالخوف يا أخواني، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف يا أخواني راقب الله وصحح ووضعه وحاله وعاد إلى ربه وتاب. أما الذي هو سادر غافل ويأمن مكر الله وهو على فسقه وعصيانه، والله إنه لخاسر، كما قال الله ألا إن إلا فلا يأمن مكر الله للقوم الخاسر. ثم يذكر الله عز وجل حال من يرثون الأرض من بعد أهلها الذين عاقبهم الله، تأكيدا عليهم وتحذيرا لهم ألا يكونوا على ما كان عليه أولئك. أولم يهدي للذين يرثون الأرض، لاحظ كلمة يرثون، فهم قد تمكنوا من أرضهم من غير تعب ولا جهد، ورثوها أو قد أخذوها يعني كلها ورثوها بعد أن مات أهلها. يعني هنا قوله يرثون إشارة إلى أن الذين قبلهم قد انتهوا، لم يكن لهم سلطان ولم يكن لهم قدرة ولا يعني تمكن، إما لأن الله عز وجل سلبهم ملكهم أو لأن الله أهلكهم وسياق الآيات قبلها دالة عليها، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا. فإذا هلك القوم جاء الذين من بعدهم وورثوا تلك الأرض، فالتعبير هنا دال على هذا. قال من بعد أهلها، إذن أهلها ذهبوا، أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. فالله تعالى يحذر الناس الذين يرثون الأرض من بعد أهلها السابقين أن لهم إن لم يقيموا أمر الله ويمكنوا الإسلام في بلادهم وأرضهم، قال الله أصبناهم بذنوبهم. وهذه الآية يا إخواني يجب أن نوجهها إلى البلاد التي وقع فيها ما وقع في أخذ الله عز وجل لحكامها ومكن شعوبها، أنهم هذه الشعوب إن لم تقوم بأمر الله وترضى حكم الله وتختار المسار الصحيح فإنهم سيكون حالهم وعاقبتهم سوءا. إيه وربي، إذا لم يختر الناس حكم الله وشرع الله وهدي الله والإسلام دينا، فإنه لا طريق لهم من نجاة وتمكين وفتح من الله بغير ذلك. أولئك الذين يطالبون بالديمقراطيات والحريات والتعدديات، والله ليس للعباد ولا للبلاد خير بهذا الطريق إلا بطريق الإسلام، مع أن الإسلام يا إخوان الكرام
لا يعارض الحريات، الحرية الحقيقية للإنسان المرتبطة بهدي الله الكريم العظيم ودينه الكامل. دين الإسلام هو دين الحرية لا دين غيره، حرية التي تكفل للإنسان حقوقه كلها من غير بخس وتساويه بأخيه لا طبقية. الديمقراطية التي ينادون بها من حكم الدساتير ليست في دين الله بشيء. إن كانوا ينادون بالديمقراطية من حيث حكم العدالة والمساواة بين الناس بالعدل وبما يوافق شرع الله عز وجل فنعم ما هي، لكن الديمقراطية التي ينادي بها الغرب ليست هي كذلك. أنتم ترون حال الغرب كيف يعملون الديمقراطية على بلاد الإسلام ليحكمون السلطة عليها ويسوقونها على وفق مرادهم ومبتغاهم وأهدافهم. هذه هي الحقيقة والواقع. لكن أرض الإسلام إذا لم تحكم وأرض بلاد الإسلام إذا لم تحكم بغير الإسلام والله لا خير فيها. ونحن أيها الإخوة بما حدث ويحدث بإذن الله متفائلون أن تلك البلاد وجميع بلاد الله تعالى ستعود إلى الإسلام، لأنها عادت بدعوة الشعب والشعوب. والشعوب يا أخوان الكرام، حقيقة الشعب خصوصا الشعوب العربية ممتزجة بعد بالدين، وبغير الدين لا تعيش. الشعوب العربية بالذات التي اختارها الله تعالى ابتداء لحمل رسالة الإسلام وتبليغها للآخرين، إذا انفكت عن الإسلام تبعثرت وانهدمت وهدت كما هو حال الجاهلية. انظروا حال الجاهلية بين عند فارس والروم، لا شيء. فارس والروم لا تنظر إلى قريش بشيء، لكن لما أن الله عز وجل أكرم قريش والقبائل العربية والعرب كلهم بهذه الدعوة بهذه الرسالة وهذا الدين في خلال 10 سنوات فقط، أو في خلال 30 سنة مع عهد الخليفة الراشد أبي بكر وعمر، قضت هذه الدعوة على ملك فارس والروم. هذا يؤكد لنا أيها الإخوة أن العرب بغير الإسلام والله لا قيمة لهم، وأنهم بالإسلام امتزاجا سيكونون قادة الأمم بإذن الله. وهذا الذي نأمله ونرجوه ونسأل الله عز وجل أن يكون هو عاقبة هذه الأحداث التي تجري. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إي وربي، آية عظيمة يا أخواني، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله في سورة الروم التي ذكر فيها حدث أحداث فارس والروم، الصراعات التي كانت بين فارس والروم، قال الله فيها ماذا؟ قال الله في نفس الآية: لله الأمر من قبل ومن بعد. إيش؟ ماذا قال بعدها؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ثم جاءت الآية الثانية منفصلة عن هذه الجملة: ينصر من يشاء. ويومئذ يفرح المؤمنون، في الآية التي بعدها: ينصر من يشاء. وجود الجملة في آية الروم نفسها، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، في نفس الآية قال: لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يعني حقيقة آية تحتاج منا إلى تأمل. كأن الله تعالى يقول في صراع الأمم هو في مصلحة المسلمين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآيات يا أخواني تحتاج منا إلى تبصر وإلى تدبر. قال الله عز وجل: أن لو نشاء ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، عياذا بالله. يعني إذا كان الناس لا يرتضون بدين الله دينا ولا يريدونه حكما، سيطبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون، ويأخذهم أخذ
ما كما أخذ من قبلهم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. آية تؤكد لنا سنة الله في الأمم المكذبة الكافرة أن الله سيطبع عليها وسيعاقبها إن هي بقيت على ما هي عليه. قال الله عز وجل في سنة من سننه وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني ميثاق يأخذون عهد الله وميثاقه كما أمر الله، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وهذه سنة الله أن أكثر الناس فاسقين غير مؤمنين، وما وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. انظر يا أخواني ختام القصص السابقة بهذه الآيات توجيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا منها عبرة. ونحن والله في هذه السنة وفي هذه الأيام وفي هذه الأحوال والله إننا يجب أن نتبصر في مثل هذه الآيات ونأخذ منها العبرة والعظة في واقعنا. الله عز وجل هنا يقول ولو أن أهل القرى يدعوهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أفأمن أهل القرى. التكرار والإعادة هنا يا أخواني له دلالة، يعني تأكيد ثم تأكيد ثم تأكيد ودعوة وتحذير لأهل القرى كلهم من أول الإسلام إلى آخره، وفي كل بلد يسمى قرية ومكة أم القرى. فكأن الله عز وجل هنا يحذر من يبين سنته، هذه سنة كأن الله تعالى يقول هذه سنتي فاحذروا. فما أجمل. ثم قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. كل هذه الآيات يا أخواني نعتبرها سنن إلهية ثابتة، والسنن الإلهية في القرآن كثيرة لأن سنة الله ثابتة لا تتغير. فما أحرانا أيها الإخوة أن نعيش مع كتاب الله عز وجل، وما أعظم أن نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى مستبصرين به بصائر من ربنا لواقعنا ولأحوالنا، نجدد فيه عهدنا مع ربنا ونصلح فيه حالنا مع ديننا ومع ما أمرنا الله تعالى به، ونأخذ به العهد كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإنني أخواني أختم هذا اللقاء ب يعني تأكيد وتذكير بما قلت لكم قبل ذلك. يا أخواني أنا أقول لكم عن تجربة حقيقة. في بداية الأحداث تأملت ماذا يجب علينا، وما الملجأ، كيف نعالج واقعنا، وكيف يعني نطلب الحل. ليس هناك إلا كتاب الله عز وجل. فابتدأت بقراءة كتاب الله عز وجل أطلب فيها بصائر القرآن في حل، وفي ليس فقط في حل، في معرفة هذه الأحداث وحقيقتها وما وراءها وحكم الله تعالى فيها وماذا يجب أن نعيشه وماذا يجب أن نفعله في 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 فيها في ظلها. والله يا أخواني تمر الآيات إي وربي أنها تمر وكأنها صريحة نص على ما يقع، لأن كتاب الله عز وجل هادي إلى يوم القيامة، وإن كتاب الله عز وجل كما قالنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ليس لك سبيل وليس لنا سبيل إلى أن نجد الحل ونفهم الواقع إلا من خلال كتاب الله. إذا كنت يا أخي الكريم تريد أن تفهم الواقع وتحلل تحليلا صحيحا منبثق من هدي الله ونور الله فعليك بالقرآن. نسمع يا أخواني ونرى التحليلات هنا وهناك، تحليل ماذا سيقع وماذا سيكون وكيف، وسيناريوهات كما يقال وتوقعات، كل هذا توقع لا قيمة له إذا لم يبنى على أصل. فإذا كنا نريد أن نعرف الواقع ويكون معنا مصباح نبصر كل حدث نوجه هذا المصباح إليه ونعرف ماذا يقع وماذا سيكون وماذا يجب أن نفعل، هذا هو المصباح، هو نور.
نور الله عز وجل بين أيدينا. فابتدأ بآية بختمة تريد أن تعرف فيها الواقع والواجب والمستقبل، كمثل الآية التي ذكرت لكم عظيمة والله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وآيات أخرى: حري أن نجدد من خلال كتاب الله عز وجل بصيرتنا ورؤانا وعقولنا وفكرنا في تقييم واقعنا وأمتنا وسعينا إلى إصلاح أنفسنا ومجتمعنا. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يحسن العاقبة للمسلمين فيما هم فيه، وأن ينصر دينه وكتابه وعباده وأولياءه، وأن يخذل المفسدين الظالمين والكافرين، وأن يرينا في أعداء الله عز وجل آية وعاقبة كما أخذ ووعد سبحانه وتعالى. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يحفظ بلادنا في أمنها وإيمانها واستقرارها، وأن يديم علينا الخير والهدى والإسلام والتقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.